أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. قال الله العظيم في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فالصالحات حافظات للغيب، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، إن الله كان عليا كبيرا. وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما، إن الله كان عليما خبيرا. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. حديثنا هذا اليوم يتناول بعض حالات النشوز والشقاق والاختلاف بين الزوجين ضمن نطاق الحديث عن العلاقات الزوجية. هذه الآية المباركة تتحدث عن ثلاث حالات: الحالة النموذجية، وحالة نشوز أحد الزوجين وهو هنا المرأة، وحالة شقاق الزوجين معا. وسيتحدث القرآن الكريم في نفس هذه السورة بعد قرابة 100 آية عن نشوز الزوج، ونشير إلى ما ورد في هذه الآية المباركة. الحالة المثالية والنموذجية الطبيعية هي في مطلع الآية المباركة: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فالصالحات قانتات حافظات للغيب. الحالة الطبيعية ضمن الأسرة المسلمة هي أن يكون هناك طرف يتسلم قيادة هذه الأسرة، يمارس القوامية بما هي مسؤولية وباعتبار بعض الميزات التي تجعله أجدر بالقوامة. بعض المفسرين يقول: بما فضل الله بعضهم على بعض، يعني أن الرجل، ولعل هذا كثير من الرجال يتصورونه،
أن الرجل هو أفضل من المرأة، والدليل على ذلك الآية: بما فضل الله بعضهم على بعض. إلا أن هذا الفهم قد لا يكون فهما دقيقا، كأن الآية المباركة تثبت تفضيلا في جهة. على سبيل المثال، أنت تقول الطبيب الفلاني أفضل من الطبيب الفلتاني، لا تقصد أنه أفضل في كل شيء من كل الجهات، وإنما من جهة طبابته، بمقتضى أن الحديث عن موضوع الطب. لكن قد يكون الطبيب الآخر في مستوى الإيمان أفضل، قد يكون الطبيب الآخر في مستوى الإنفاق المالي أفضل، وإن كان هذا الأول في موضوع الطب أفضل منه. فأنت عندما تقول الطبيب الفلاني أفضل من الطبيب الثاني، لست ناظرا إلى التفضيل في كل الجهات. تقول التاجر الفلاني أفضل من التاجر الآخر، لا تقصد في كل شيء، وإنما مثلا في جهة الإنفاق في سبيل الله هذا الأول أكثر عطاء، أو في جهة التجارة أشطر، لا أن كل مجال من مجالاته هو أفضل فيه. لعل ما ذهب إليه بعضهم من أن الآية المباركة إشارة إلى جهة التفضيل فيما يرتبط بالقوامة، قوامية الرجل تستدعي خصالا، هذه الخصال موجودة فيه أكثر من المرأة. إدارة البيت تستدعي مقدمات، هذه المقدمات أفضلية الرجل فيها أكثر من المرأة، قدرة الرجل فيها أكثر من المرأة. فلذلك ذهب بعض الباحثين إلى أن التفضيل هنا ليس تفضيلا عاما ومطلقا، لا لجهة قول الله عز وجل بما فضل الله بعضهم على بعض، مو فقط لها الجهة اللي فيها جانب تبعيض، هذا يحتاج إلى بحث، وإنما لأن الحديث هو في جهة القوامية. مثل ما تقول أن الإدارة تحتاج إلى أمور، وفلان عنده فضائل وإمكانات أفضل من فلان الآخر، فأنت هنا تفضله لجهة صفات الإدارة لا لجهة مطلقة. الحالة الطبيعية هي هذه: أن الرجل باعتبار وجود الصفات الأفضل والأنسب لقضية إدارة الأسرة وقيادتها، جعلت قواميته وهيمنته وإدارته مقدمة، وجعل هو القوام القائد المدير فيها. فهذه، وكأن أيضا فيها إشعار، خصوصا في قول الله عز وجل وبما أنفقوا من أموالهم في هذه الجهة، لعل إنسان أحيانا يقال هذا وهذا فقط لأجل التوضيح، قل إحنا نلاحظ الآن قسم من الناس مو هم اللي ينفقون في البيت، وإنما المرأة هي اللي تنفق، قد يكون الرجل ينفق نصف أو حتى ربع أحيانا، بينما المرأة هي التي تنفق مناصفة أو بالكامل، لكن هذا أمر ليس غالبيا. ولذلك يقال إن القوانين توضع على أساس الحالة الغالبية
لا على أساس الحالة النادرة. زيد من الناس يقول البعيد إذا يشرب خمر ما يسكر، فإذا خلوا إلى فد حكم خاص في الخمر لا تحرموه عليه، كلا، وإنما يوضع حرمة الخمر كقانون بناء على أثره الغالبي على الناس وضرره الأكثر على الناس، وإن كان في خصوص زيد مثلا لا يسكره. فلا يمكن أن نحلل لهذا لأجل أنه لا يسكره هو، لأن القانون طبيعة وضعه على أساس ملاحظة الحالة الغالبية. فلان يقول أنا أقدر أعطيك تضمين أنه حتى لو قطعت الإشارة أكون ملاحظ بشكل دقيق فما أصدم أحد ولا حد يصدمني. طيب، فإذا خلوا إلي قانون مخفف في أمر قطع الإشارة، خليه بالنسبة إلي لأنه أنا ضامن أن لا أضرب أحدا ولا أن أحد يضرب فيه. يقال له كلا، لأن وضع القانون المروري يلاحظ فيه الحالة العامة الغالبية في المجتمع ولا يلاحظ فيه الحالة النادرة الفردية. كذلك هنا وبما أنفقوا من أموالهم، الحالة العامة الغالبية في المجتمعات هي هكذا. فالطرف الآخر ضمن الحالة الطبيعية المثالية أن الصالحات، أن المرأة في هذه الأسرة تكون قانتة مطيعة مستجيبة. طيب، باعتبار أنه القائد الموجود إذا فرض عدم وجود طاعة له لا معنى لأن يكون قائدا، ولا معنى لأن تدار هذه المؤسسة، فهناك قائد قوام وهناك طرف مستجيب مطيع. فالصالحات قانتات أي مطيعات وحافظات للغيب بما حفظ الله. عند غيبة الزوج تحافظ على هذه الأسرة من الجهة المالية، وتحافظ أيضا على حريمها من الجهة الجنسية وعدم الاعتداء عليها وعدم جعل أحد يدخل في هذا الحريم. هذه الحالة الأولى المثالية التي تتحدث عنها الآية المباركة. الحالة الأخرى واللاتي تخافون نشوزهن، هنا يتحدث عن حالة علة مرض مشكلة من قبل الزوجة، تخافون نشوزهن. الكلمة نشز يعني اختلف وارتفع، ولذلك يعبر عن المكان المرتفع من الأرض أنه نشز من الأرض. طيب، نشز يعني مرتفع، ويقال هذا في الموسيقى هذه نغمة نشاز، يعني مو جاية على استقامة السلم الموسيقي وإنما هي مختلفة مرتفعة مو في موضعها الطبيعي. المرأة عندما لا تكون مطيعة، لا تكون مستجيبة، لا تكون قانتة كما هي الحالة السابقة، تكون ناشزة مرتفعة متمردة في غير موضعها الطبيعي من العلاقة. هذه لها حل. اللاتي تخافون نشوزهن، إما أن تتركوا الموضوع، اللاتي تخافون نشوزهن خلي يصير اللي يصير، خلي إذن من طين وإذن من عجين، وهذا يتفاقم الأمر بلا إشكال. لا، جيب آخرين دخلهم إلى الموضوع، هذا يصير البيت حسب التعبير سوق، كل يوم جماعة جايين لحل المشاكل البسيطة العادية.
وإنما الطريق المتدرج الذي يضعه الدين هو التالي: اللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. هذه ثلاث مراحل. المرحلة الأولى قضية الموعظة. قسم من الناس يقول شنو هذا الموعظة، شنو تفيد؟ لا، الموعظة أكثر شيء فائدة. الموعظة هي رسالة الأنبياء، طريقة الأنبياء. هل بشر الذين آمنوا بالله ورسوله واستجابوا لنداء النبي محمد بماذا استجابوا؟ استجابوا لأن واحد إجا ووقف على رأسهم وظل يجلدهم حتى استجابوا؟ كلا. بالقهر والغصب؟ كلا. بالأموال أعطاهم؟ كلا. وإنما أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. البشر تغيره الكامل إنما كان على أساس الموعظة، واللي يتأثر بالموعظة تبقى إلى الأخير. مو النبي محمد، الله سبحانه وتعالى عمله هو أنه يعظ الله به أولياءه. الله سبحانه وتعالى ماذا يصنع؟ ما يجي يخلي البشر يؤمنون به بشكل تكويني، وإنما شنو؟ يعظ، يحذر وينذر ويبشر ويرغب ويرهب. هذه هي الموعظة. فالدور الأصلي لله سبحانه وتعالى مع البشر فيما يرتبط بالتشريع هو الموعظة، دور الأنبياء هو الموعظة، عمل العلماء في كل التاريخ تأثيرهم ما أدري إرشادهم إنما كان يتم عن طريق الموعظة. فليستهين الإنسان بالموعظة، فعظوهن، هذا واحد. والموعظة أيضا مو لسانية فقط، كثير من الأحيان أن تعظ بفعلك خير لك من أن تعظ بقولك. هذا عدي بن حاتم الطائي، وهو من خلص أصحاب رسول الله ومن أولياء أمير المؤمنين عليه السلام، اللي خلاه يؤمن برسول الله صلى الله عليه وآله بالدرجة الأولى هو سلوك النبي. لما رجع أول ما صار هجوم على منطقتهم هرب، فراحت إلى أخته و اقترحت عليه أنه أنت أرجع وتناقش ويا هذا، ناقش ويا محمد بن عبد الله وشوف وش عنده. تمو تقول عندك دين مسيحية وكذا، تصاحب علم، تعال تفضل ناقشه. فإجى إلى المدينة المنورة، يقول لما رأيت النبي صلى الله عليه وآله شفته مرة في طريق فسلم على امرأة عجوز، مرة كبيرة، وتبسط معها في الحديث، فقلت في نفسي هذا ليس بملك، يعني رجل مو مال سلطة ومو مال أموال دنيا، اللي يريد السلطة ما يمارس هذا السلوك. طيب، حتى إذا مشينا وصلنا إلى منزله، دخلنا إلى ذاك المنزل، جلس على الحصير وأعطاني وسادة، خلاني أنا أقعد على الوسادة وهو قعد على الحصير. فقلت في نفسي هكذا كان يصنع الأنبياء، لا سيما إذا هو مؤمن بعيسى بن مريم، وعيسى بن مريم طابع الزهد واضح عليه، قال هكذا يصنع الأنبياء. شوية شوية هذه هالملاحظات السلوكية هي فتحت باب عقله وقلبه للدخول في الإيمان. هذه موعظة، ولكن بماذا؟ بالسلوك.
أنا لما أجي أقول إلى زوجتي على سبيل المثال تعالي الفاعلية التاركة أبغى أوعظ شنة، تعالي أفهم شويش الكلام العدل والسمع، هذا ما يمكن أن يؤثر، بالعكس هذا يزيد الأمر تفاقما. هي تريد منك سلوكا حسنا، وبالعكس أيضا. أحدهم كان يقول لا تقل لي قال الإسلام كذا وقال النبي كذا، أرني الإسلام في سلوكك، ما يحتاج تقول قال النبي النظافة من الإيمان، لا خليني أشوفك نظيف أنا بعد، هذا يكفين. لا تقول لي الحلم زين وكذا وسيد الأخلاق إلى، لا في الموقف الفلاني صير حليم قدامي، أنا أفتهم قيمة الحلم بهذا، أفتهم قيمة الكرم من خلال سلوكك. فالموعظة عندما نتحدث عنها فاعظوهن مو فقط أمر الكلام، ولا سيما إذا الإنسان فرض نفسه مثل المعلم، تعالي هني قعدي حتى بأكلمش وبوعظش زين وأفهمش الحق وين والباطل وين، وحق الزوج على زوجته كذا وكذا وإلى آخره، ليس هذه هي الموعظة. الموعظة مفهوم أعظم من هذا بكثير، أفضل من هذا بكثير. كما ذكرنا الموعظة هي فعل الله للبشر في ترغيبهم وترهيبهم في تعريفهم، الموعظة هي فعل الأنبياء. أنت تعال وتجسد مثل هذا الأمر، كيف كان النبي يعظ أصحابه حتى بالكلام إلى أسلوب، حتى باللفظ إلى طريقة من الطرق. طيب، فهذه هي المرحلة الأولى. المرحلة الثانية هي الهجر في المضاجع. طبعا هذه هي مراحل متدرجة، لا يصح الانتقال من المرحلة إلى المرحلة التالية قبل الفراغ من استنفاذ المرحلة الأولى. أنا على طول شفتها سوت كذا أو عملت خطأ أروح وأضرب، هذه المرحلة الثالثة. تستنفذ المرحلة الأولى وهي الموعظة بأساليبها المختلفة وطرقها المتعددة، ثم بعد ذلك تروح إلى موضوع الهجر. الهجر في المضاجع هو من أشد الأمور النفسية إيلاما على المرأة الزوجة. ذكرنا احنا فيما سبق في الحديث عن شفرة اللغة الزوجية والاختلاف الموجود بين الزوج والزوجة، أن المرأة عموما تحتاج إلى اهتمام مبالغ فيه وبالتفاصيل، كل شيء فيها ينادي اهتموا بي، التفتوا إلي، أنا موجودة، أنا أحتاج إلى الرعاية، أنا أحتاج إلى الملاحظة، أنا أحتاج إلى العناية، كل شيء فيها هكذا يقول. حتى هذول اللي تشوفوهم يعني يطلعون في المحطات وكذا وكذا يمارسون أسلوبا خاطئا من أجل هذه القضية، ترى أنا موجودة بعدني لا أزال جميلة فالتفتوا إلي، بعدني لا أزال نافعة ومفيدة إذن لابد أن تعطوني الرعاية والعناية، بس هذا أسلوب خاطئ. لكن المرأة بمعنى الزوجة مع زوجها كل شيء فيها يقول اهتم بي، التفت إلي، بدءا من الكلمة الطيبة إلى الإنفاق عليها إلى الاستماع لكلامها، وقد سبق أن تحدثنا في هذا مفصلا. أقسى شيء على المرأة هو الإهمال، أقسى شيء على المرأة هو الإهمال والانصراف عنها، اقتلها ولا تهملها. فأنت إذا اجيت في مقام أن واحدة متمردة تقوم بعمل سيء ولا ينفع فيها الموعظة بأساليبها المختلفة السلوكية والكلامية، والكلامية بأنواعها المختلفة المناسبة،
يقول لك أنت مارس هذا الأسلوب، أهملها، هجرها في المضاجع، مو تروح بيت ثاني، هذا مو قوي زايد، وياها في نفس البيت على نفس السرير، بس لا تكلمها، أعطيها ظهرك وروحنا. هذا يؤلمها أشد إيلام. وأكو مثل معروف ودائر على الألسنة أن الحقران بمعنى عدم الاعتناء وعدم الملاحظة والرعاية يقطع المصران جمع المصير اللي هو الأعضاء الداخلية من الأمعاء. طيب، هذه حقيقة صحيحة أن المرأة أعظم شيء عندها هو أن يهتم بها، وأسوأ شيء عندها أن تهمل وأن تترك. يقول مارس هذا الأسلوب. طيب، هو على الزوج طبعا صعب أن الزوج هو نفسه يترك زوجته ولا يأخذ منها حقه، هو صعب عليه، ولكن عليها أصل الإهمال لها عليها أصعب بكثير. أحيانا واحد يقول هي تريدها من الله، تقول ما دام هالشكل الحمد لله استرحنا وارتحنا. هنا بعد لا، يتبين هذه ليست امرأة وإنما تمساح، يعني هذه ليست تمتلك المشاعر الزوجية الصحيحة، ولازم أكو مشكلة في مكان آخر، مو هنا، مو هذه القضية، وإنما المشكلة في أساس أنها تحب زوجها أو لا تحبه. طيب، إحنا نتكلم عن الزوجين الطبيعيين اللذين يطرأ عليهما مشكلة من المشاكل، هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث قضية الضرب، وهنا مسألة من المسائل اللي هي محل إثارة وكلام وحديث مفصل، أنا أشير إليها ببعض النقاط. النقطة الأولى، الأصل الأولي أنه يحرم على الرجل أن يضرب زوجته، هذا أصل أولي، لا يجوز للرجل أن يضرب زوجته، والآية المباركة على ذلك. يقول شلون يصير أنه الآية تقول فاضربوهن وانت تقول الأصل الأولي أنه يحرم؟ ها، العلماء يقول وصار تجويز فيها، يتبين في غير تلك الحالة يكون الأمر شنو؟ حراما غير جائز. مثلا عندنا في الفقه يقولون إذا أراد الرجل الزوج، يعني حين يريد الزواج، إذا أراد الزواج من امرأة جاز له أن ينظر إلى شعرها مثلا وإلى ذراعها وأمثال ذلك. هذا يفتون به أيضا، وإن كان الوضع الاجتماعي في كثير من المجتمعات المتدينة لا يقبل هذا، ولكن هذا من الناحية الفقهية جائز، أن إنسان صمم على أن يتزوج فلانة، طيب يريد يشوفها، يجوز له أن ينظر إلى شعرها، يجوز له أن ينظر إلى ذراعها، مو كف الذراع وبعض الأماكن الأخرى. يقول لما جاز له أن ينظر إليها في حال الزواج وإرادة الزواج، هذا يتبين منه أنه في الحالة العادية شنو؟ لا يجوز وحرام، لأنه لو كان مو حرام في الحالة العادية خلاص كان يشوفها. لما قال له فقط يجوز لمن أراد التزويج أن ينظر إلى هذه الأماكن، تبين لنا أن الحالة العادية حرام إلا في مثل هذا المورد. هنا نفس الكلام، نقول المرأة الناشز التي الموعظة لا تنفع فيها والهجر لا ينفع فيها، هذه فقط يجوز ضربها. معنى ذلك أن غير هذه الحالة
لا يجوز الضرب، يحرم الضرب. فنفس الآية المباركة تشير إلى أن الأصل الأولية بالنسبة إلى العلاقة الزوجية أنه يحرم على الرجل أن يضرب امرأته كما يحرم على المرأة أن تضرب زوجها. طيب، كلا الحالين غير جائز، إنما جاز هنا كمرحلة ثالثة بعد استنفاذ سائر الحلول، وهو محدود بحدود كثيرة. هذا الضرب محدود بحدود كثيرة. الحد الأول حد الهدفية، يعني إنما جاز الضرب هنا إذا كان عاملا مساعدا في رجوع هذه المرأة إلى الطريق الصائب. أما إذا شفنا لا، المرأة إذا تنضرب هنا بتعند أكثر، لا يصح أن تضرب، لأن الغرض من هذا الضرب إنما كان هدفا معينا. هذا الهدف إذا يتحقق خب هذا هو، مثل كثير من العقوبات اللي موجودة الآن. زين، وإذا كان لا يتحقق وإنما بالعكس يزيد الأمر سوءا، فلا ينبغي أن يكون هذا هو الطريق. هذه محدودية، محدودية الهدف. ثانيا محدودية الآلة والمقدار. زين، قال فاضربوهن، بس مو تروح تجيب لك شندلة حسب التعبير، طيب، أو ما أدري خير زانة أو غير ذلك، وإنما حدد هذا لأن الغرض منه مو غرض صنع ألم شديد، وإنما الغرض منه هو نوع من التأليم النفسي. ولذلك وردت الرواية عن الإمام الباقر عليه السلام أنه يكون الضرب بمسواك. المسواك هو معروف عندكم، شنو هذا الضرب بالمسواك؟ الشكل يضرب على سبيل المثال. أما إذا يجيب له حطبة حسب التعبير أو ما شابه ذلك فهذا خارج عن هذه المحدودية. وبعض آخر قال أيضا يجوز بمنديل ملفوف، هذا المناديل لا سيما الطويل لما تلف يصير خلق ملوت حسب التعبير، بهذا النحو يصير الضرب. طيب، وأيضا ألا يخلف سودادا أو احمرارا وإلا وجب فيه الدية، وألا يكون على مثل الوجه وما شابه ذلك. أقرأ لكم الاستفتاء عن السيد السيستاني والباقون من العلماء أيضا ضمن هذا الإطار يتحدثون. السؤال ما حكم الزوج يضرب زوجته؟ قال الجواب لا يجوز للزوج أن يضرب الزوجة إلا في مورد واحد. يعني الأصل شنو؟ الأصل في سائر الموارد يحرم على الرجل أن يضرب زوجته. ما سوت الغداء أجي أضربها، حرام عليك. ما غسلت ثيابي أجي أضربها، يحرم عليك ذلك. طيب، في مورد النشوز فقط، حتى لو تقول لك أنا متعمدة ما سويت لك الغداء مو واجب علي. عدم طبخها أو عدم لبس، عدم غسلها أو ما شابه مما هو ليس حقا شرعيا لي لا يحقق النشوز. بعض الحقوق الشرعية أيضا إذا كانت معذورة لا تحقق النشوز. حق الرجل الجنسي التمكين، هي عندها مرض الآن بحيث ممارسة هذا العمل بالنسبة إليها من الأمور المؤذية، هي معذورة من الناحية العرفية. طيب، لو لم تستجب ما نقدر نسميها ناشز. إذا لا تحقق النشوز، وهذا بحث خاص في متى يتحقق، إلا في مورد واحد
وهو ما إذا نشزت عن طاعته فيما، لاحظوا شوف التعبير الدقيق، إذا نشزت عن طاعته فيما تجب طاعته. أنا أبغاش تروح فلان مكان، ما يجب عليها أن تروح، لو رفضت ذلك أنا ما أريد أروح البيت الفلاني، ليس واجبا علي أن أطيعك فيه. فيما تجب فيه الطاعة، لو رفضت طاعة زوجها متعمدة من غير عذر، وذلك بعد أن لم ينفع معها الوعظ بشتى طرقه ولا الهجر بشتى أنحائه، فإنه يجوز له أن يضربها ضربا خفيفا إذا احتمل أنه يؤثر في العودة إلى رشدها، مع احتمال التأثير الإيجابي يجوز، أما إذا لم يحتمل التأثير لا. وأن لا يكون بقصد الانتقام، أقول جدت جابها أنا من طول هالمدة مخزننها في نفسي الحين صار وقتها، طيب. وأن لا يكون بقصد الانتقام، وأن لا يوجب احمرارا أو اسودادا، فإن ضربها بأي وجه وأوجب احمرارا أو اسودادا فلها أن تطالبه بالدية، والدية مفصلة في كتب الفقه. إذا صار أسود شقد لازم يعطي إليها، إذا صار أحمر شقد لازم يعطي إليها، وأمثال ذلك. طيب، آخر ما نتحدث فيه هنا، زين ليش الزوجة ليش الزوج يجوز له أن يضرب الزوجة بينما الزوجة لا يجوز لها أن تضرب زوجها في قضية النشوز؟ ما مذكور أنه لو نشز الزوج على زوجته تروح تضربه، ليش؟ من هالصوب غفور رحيم، من ذاك الصوب شديد العقاب. طيب، الجواب على ذلك أن العادة ليست على هذا النحو، ليست العادة أن الزوجة تتمكن من أن تضرب زوجها، فيضرب الزوج في بعض الحالات، ولكن مو بواسطة الزوجة، وإنما بواسطة الحاكم الشرعي، يجيبه يسوي له تعزير. طيب، في موارد معينة الحاكم الشرعي يتدخل يجبر الزوج على أشياء، مثل ما صنع أمير المؤمنين عليه السلام مع ذلك الزوج الذي طرد زوجته. الإمام أمير المؤمنين عليه السلام في الرواية المعروفة سل عليه السيف، قال له إذا ما ترجعها إلى البيت هذا أسقي الأرض من دمك. ذاك بعد لما تنازل وتراجع سواه، ما كان يطلب أمير المؤمنين عليه السلام. حيث أن العادة أن المرأة لا تتمكن غالبا من هذا النحو، فلكي يبقى حقها محفوظا جعل الأمر بيد الحاكم الشرعي اللي له سلطة على الزوج وعند قوة القانون ويقدر يقتص فيه من الناحية القانونية. وللحديث تتمه، نسأل الله سبحانه وتعالى ألا يجعل في بيوتنا نشوزا لا من الزوج ولا من الزوجة ولا من الزوجين، حيث تكون الآية التالية متحدثة عن وإنما يجعل نساءنا صالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، وأن يجعل أزواجنا سكنا ورحمة وألفة لزوجاتهم، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.